قدرت بس أصبحت صعبة ما عاد مهمها الأول. الله يعين. بس هذه غرفة صغيرة مبنية فوق هذا الجبل، لها أكثر من 20 سنة. الله المستعان، اللهم برقا لمع في هذا الجدار الصخري. هذه بركة مبنية للإبل لكي تشرب من الماء عندما تأتي من البر. وجزا الله خير من سعى فيها وفي بنائها. طبعا تحتي يوجد صوح المسمى بالصوح، هو مثل هذا الجبل. واحد بس يزر زرة بسيطة والله يروح مع الصوحة، ما عاد يدري إلا هو في عالم الآخرة. الله يحفظنا وإياكم من الشر. هذا الغرام هيضه ما جرى علي، قمت اتشكى شاكيا كل علاه. الله يا والي على كل والي،
يا مبرين أيو. طبعا يوجد فتحة فوق الغرفة الصغيرة هذه،